السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في الوجهه ديالنا اليوم ان شاء الله هي بحيره بين الويدان. هذه البحيره اللي كتبعد على بني ملال بحوالي 54 كيلومتر، اللي هي ساعه ديال الطريق تقريبا. ونخليكم مع هاد المناظر الرائعة. وقبل ذلك بغيت نشكر كاع الناس اللي انضموا للقناة، بغيت نشكركم على دعمكم لي وعلى تعليقاتكم الرائعة والمشجعة لي دائما. فكما كتشوفوا مشينا على طريق واويزخت، والحالة ديال الطريق صراحة كان المنعرجات كثيرة والطريق شوية ضيقة، ولكن جمالية والمناظر الطبيعية اللي فيها كتطغى على أي حاجة صراحة. وحنا في طريقنا وقفنا قدام هذا المنظر الرائع واللي ما كيقلش جماليه على كاع المناظر اللي شفناهم على طول الطريق. وهذه هي بحيرة بين الويدان، واللي تسمت بهذا الاسم حيت جات بين جوج ويدان، واد العبيد وواد أحمصال.
فهاد السد بدا البناء ديالو سنة 1948 وما بداش الاستغلال ديالو حتى 1953. وباش ما نبعدوش على الجماليه ديال هاد البحيره، جلسنا تغدينا في واحد الاوطيل اللي كيطلع عليها مباشره. وكما كتشوفوا هذه هي بحيرة بين الويدان عن قرب، واللي كتوفر كذلك على مراكب للجولات الترفيهية اللي حتى احنا غادي ناخدو واحد منها كما غتشوفوا معنا في الفيديو القادم ان شاء الله.